دكتور صفر عبد الغني، كل عام وانت بخير. النهارده على الافطار على مائده الشيخ عمر عبد الرحمن. الا ترى ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه قد تجاهلنا كثيرا؟ من الواضح انك انت عايز تدبسني كثيرا. لا والله لا. لا لا يعني اقصد يعني ايه لنشده ونطالبه بسرعه يعني التفاعل معنا يعني. ما انت لعلك كنت حاضر المؤتمر الصحفي بتاع امبارح، ولعلك ذكرت او سمعت ما ذكرته في المؤتمر الصحفي، وقلت ان هناك تباطؤ وتقاعس وتكاسل وعدم تفاعل من المجلس العسكري تجاه قضيه الدكتور رغم اهميتها، ورغم ان وفاه الشيخ يعني له يعني عواقب لا تحمد، بالرغم من ذلك هناك تقاعس في المجلس العسكري. ده هذا موقف احنا اكدناه وكررناه وقلناه اكثر من مره. هل في تكتيك معين بعد هذا الاعتصام ان لم ياتي بنتيجه لا قدر الله؟ بلا شك في يعني الاتفاق على مجموعه من الفعاليات، ولكن هيعلن عن كل فعاليه في حينها ان شاء الله يعني. اما بالنسبه للحزب، ماذا فعلتم من الحزب؟ الحزب احنا قدمنا اوراق الحزب امبارح اول امبارح يوم الثلاث للجنه شؤون الاحزاب، وان شاء الله هينشر اسماء المؤسسين يوم الاحد القادم ان شاء الله في جريدتين رسميتين باذن الله، وفي انتظار التاسيس واعطاء الترخيص ان شاء الله. هل جهزتم اسماء معينه لترشيح مجلس الشعب القادم؟ طبعا عملنا قوائم خاصه بحزب بناء والتنميه على مستوى الجمهوريه، بس دي برضو يعلن عنها في حينها الاسماء. ممكن بعض الاسماء المرشحه او من ابرز الاسماء؟ يعني من مش عايزين نستبق، لان هي المساله مش ملهاش اي مشكله الا في حاله واحده، ان احنا لسه الى الان تقسيم الدوائر لم يحدث ان اقراره، يعني تقسيمه الدوائر ما بين دوائر موسعه للقوائم ودوائر فرديه، فلما ينزل الاقرار الرسمي لتقسيمه الدوائر استطيع ان انا احدد بكل وضوح وصراحه مين هينزل فين. هل يوجد اسماء من مجلس الشورى الجماعه على قائمه؟ لا 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 خالص. لا لا لا، مجلس الشورى الجماعه مش هيخوض مساله الانتخابات. جزاك الله خير دكتور، شكرا.